وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح واصفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الانور، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر، صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، فمرحبا أيها الضيوف الكرام، ضيفا ضيفا، يسعدنا ويطيب لنا أن نلتقي معكم اليوم في تقليد جديد لأول مرة تقيمه الجامعة لتكريم نخبة من الإعلاميين من أبناء وخريج قسم الإعلام بجامعة سوهاج، الذين لمعت أسماءهم في سماء الإعلام المصري بمجالاته المطبوع والمسموع والمرئي والإلكتروني، وذلك في إطار توزيع جوائز المرحوم الأستاذ الدكتور محمد منير لأوائل دفعة 2013-2014 لأول مرة ليكون تكريما سنوي. فعلى مدار 34 عاما تخرج من القسم كوكبة إعلامية بلغت ما يقرب من 1800 إعلامي لمعوا في سماء الإعلام المصري والعرب. وعبر هذا التاريخ تميزت خبرات خريج هذا القسم وناطحت خريج كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية بشهادة أباقرة الوسط الإعلامي، ومنهم من نال مناصب قيادية عليا داخل مؤسساتهم الإعلامية ليصبح قسم الإعلام بجامعة سوهاج علما يرفرف بين أروع المنابر الإعلامية. فرغم بعد المسافات بين الليل والنهار وبين البعد واللقاء، فستبقى المحبة والوفاء رغم طول المسافة. فما أجمل أن نكون أقوى من النسيان ونبقى نتذكر بعضنا البعض. فتواصل الأجيال هو أهم ما يميز أبناء هذا القسم العريق. ضيوفنا الكرام، كم حوت سفينتنا من الجواهر، واليوم هي في عرسها البهيج الساخن بالعطاء. ويسعدنا أن نحلق بكم في هذه المناسبة إلى حدائقنا لنقطف معا أزهار محبة ووفاء. ومرحبا بكم جميعا، وأقدم لكم كلمات الامتنان والعرفان. فشكرا لكم حضوركم وتشريفكم الجامعة التي تخرجتم منها. ويطيب لنا أن نبدأ بكلمات الترحيب. كلمة الدكتورة سحر محمد وهبي.